اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ارحب بضيوف الكرام كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي الكابتن كبير كابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بيك كابتن ميدو. اهلا بيك. تمام الحمد لله. كله تمام. كله تمام الحمد لله. ايضا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك كابتن وسعيد ان انا موجود معاك. ربنا يخليك ربنا يخليك محمود. يعني نبدا من ايه؟ اكيد الجماهير مستنيه كلمه منك على اكيد مباراه الاهلي والوداد. اكيد جمهور النادي الاهلي يا ميدو يا محمود طبعا بينتظر الكثير والكثير من لعبته اللي هو بيثق فيها بشكل كبير جدا. وانا عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي المخلص المثقف الواعي اللي زحف يمكن في مباراه الترجي ومباراه النجم الساحلي والوداد وبيساند لعيبه النادي الاهلي من خلال المسانده المعنويه اللي اللعيبه طول عمرها عارفه ان وراها جمهور واعي وجمهور ذواق وجمهور صاحب بطولات وبيشاركهم كمان في البطولات اللي حققوها وحصلوا عليها. جمهور النادي الاهلي ادى اداء بيحسب له على تشجيعه للجهاز الفني واللاعبين وغرف الملابس ومنظومه النادي الاهلي من الاداره على المسانده الجميله اللي عملوها يمكن اخرها والمشهد اللي احنا شفناه اللي مش ممكن يتكرر يا ميدو. ويمكن انا بتاريخي ال 40 سنه قضيتهم في النادي الاهلي اول مره اشوف جمهور النادي الاهلي بيسحب بهذا الشكل والمسانده القويه الفعاله اللي بتحرك الصخر زي ما بيقولوا. طب تفتكر ليه يا كابتن ماهر الجمهور يعني قبل كده على مدار السنين اللي فاتت اكيد طبعا حضرتك بتقول 40 سنه وطبعا كابتن محمود ابو الدهب برضه نجم برضه عاش في النادي الاهلي كتير يعني ما شفناش مثل هذا الحشد الجماهيري اللي بيروح ورا فرقته في اي بطوله. يعني كنت مثلا لو بيفتحوا ابواب التتش مش هتلاقي الحشد ده خالص. تفتكر ليه؟ ايه السبب اللي خلى الجماهير دي تروح بكل الكميات وكل الاعداد اللي احنا شفناها دي؟ لان هم عارفين ان هم البارود والنار والشعله اللي بيشعلوا بيها لعيبه النادي الاهلي وبيحفزوهم وبينصروهم. وبعدين كل مدى كابتن ميدو لما بتبقى بطل بتكسب بطولات بتزيد القاعده. فقاعدة الجماهير هي بالنسبه للنادي الاهلي زادت بشكل كبير جدا في العشر سنوات اللي فاتوا نتيجه البطولات اللي حققها النادي الاهلي. حلو. النهارده الشارع المصري الولد الصغير بيبص على البطل بيبص على العلم فبيلاقي ان البطل هو النادي الاهلي العلم هو الاحمر فبيمشي ورا البطوله لان هو بيبقى مثله الاعلى النادي الاهلي البطل. حلو. حلو. فده من ضمن الحاجات اللي زودت جمهور النادي الاهلي. احنا فعلا فوجئنا السنوات الماضيه ان احنا كنا بنتكلم على 60 40 بالنسبه لجمهور النادي الاهلي 60 مليون الزمالك 40 مليون والزمالك بيشترك ال 40 مليون مثلا مع الاسماعيلي مع الترسانه مع المصري مع لكن احنا اكتشفنا ان النادي الاهلي وصل يمكن ل 80 مليون يا ميدو. فدي نتيجه الانجازات اللي اتحققت خلال ال 10 سنين اللي فاتت زودت القاعده الجماهيريه بشكل كبير جدا. فجمهور النادي الاهلي وسام على صدرنا كلنا يمكن محمود وانا وانت وسام على صدرنا بالنسبه لجمهورنا هو اللي عملنا وهو اللي يمكن سندنا بعد ربنا سبحانه وتعالى في حته الانجازات وحته الاسماء وحته الشهره وحته التحدي. فجمهورنا الاهلي لو قعدنا نتكلم عليه حلقات وحلقات مش هنوفيه بحقه علينا وعلى النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي. ويمكن اللعيبه كمان كانوا حاسين يمكن اخر منظر حسام بدري ما اتكلمش كمدير فني في الجزء النفسي وقال لهم شايفين الشكل ده شايفين المنظر ده افتكروا المنظر ده في مباراه العوده في الوداد المغربي. لعيبه النادي الاهلي حاطه المنظر ده في ذهنها في قلبها هم حاولوا وكافحوا لكن في عوامل هنتكلم عليها طبعا من خلال واحنا ماشيين منها التحكيم. لا مش هنتكلم واحنا ماشيين ده انا لازم اسالك دلوقتي يا كابتن ماهر يعني حضرتك يعني نجم كبير نجم مصر ونجم النادي الاهلي وعندك من الخبرات ما تكفيك وعندك من الامانه كمان ان انت تقول بمنتهى الامانه. يعني يمكن انا عشان كنت قاعد في الاستوديو كنا قاعدين كلنا على اعصابنا وعمالين مش قادرين نتفرج على الماتش حتى يعني يمكن نكون انا شايف الحكم غلط يمكن الناس او كنا انا مثلا حكمي على الحكم غلط يمكن يكون الناس اللي اتفرجوا على المباراه وقالوا ان الحكم كان يعني مش عايز اقول متواطئ كان جاي على النادي الاهلي قوي يمكن الناس دي برده عايز اعرف برده وجهه نظرك بمنتهى الامانه شفت الحكم ده عادلا ام ظالما؟ هو وغيره بيدو لو تفتكر لا انا عايز الحكم ده تحديدا مباراه الترجي لا خلينا في مباراه الوداد قسينا برضك يعني خلينا في مباراه الوداد الاخيره بلغه الكوره ده معلم يعني عارف يقدر يدير ال 90 دقيقه واخد بالك ويطلعها لبر الامان لحساب مين؟ لحساب الوداد اللي هو الاقرب
واخد بالك؟ فهو بلغه الكوره كده بيقول لك ايه ده حكم صايع يعني، واخد بالك؟ سوري في اللفظ يعني، حكم معلم، حكم قدر يحجم لعبتنا ازاي وفي التوقيت ازاي يعني. الكارت الاصفر طلع اول مره اشوف كارت اصفر بيطلع في ربع ساعه الاولانيه، وبايه ويصطاد بعض النجوم اللي هم المؤثرين يعني اكثر خبرات. فانا اول مره اشوفه ان هو ما عندوش ماتش. طبعا حضرتك تفتكر ماتش اوغندا، مصر وكونغو اللي احنا طلعنا فيه طبعا كاس عالم يعني، وده يعتبر انه مصنف رقم واحد في افريقيا بالظبط. فانا يعني انا عايز اقول ان هو ما عندوش شفافيه ولا عداله في حته ان هو يدير المباراه بهذا الشكل. منها الكروت اللي طلعت لعبتنا في وقت غريبه جدا، واخد بالك؟ فاولات بلا 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 داعي. النقطه الثانيه كمان والاهم، ان بعد التوقف اللي حصل بالنسبه للشماريخ وبالنسبه لا خليني طيب بس يا كابتن ماهر، قبل ما اروح للكابتن محمود، شفت كرة وليد ازارو هل هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ اللي هي في المباراة الأولى؟ لا المباراة الثانية. المباراة الثانية استلم الكرة على صدره فيها ضربة جزاء؟ فيها ضربة جزاء يعني يقدر يديها؟ لا مش يقدر. يعني ممكن اتغاضى عنها؟ لا صحيحة يا كابتن. بص يا كابتن عبد الحميد، يعني مع احترامي، يمكن انا بصيت للحكم على اني لعيب كورة يعني، انا بتفرج على المباراة انا لعيب كورة، حسيت ان الحكم جاي عليك بشكل كبير جدا او جاي على اللعيبه، عامل تخوف للعيبه النادي الاهلي يا كابتن، زي ما الكابتن مار قال ان اللعيبه نازله، وان اي حد هيتكلم معاه حتى هو كان بيتكلم مع اللعيبه بطريقه وحشه مع احمد فتحي او مع السولية او مع رام ربيع او مع اي لعيب، اي حد كان بيكلمه كان بيتكلم باسلوب يا كابتن يعني. فدي بالتالي عامل نفسي للعيبه ان هو اللعيب المدرب اللي حكم جاي عليهم، او في تخوف من الحكم ان في هيجامل الوداد او الكلام ده كله. فبالتالي يمكن عمل عند نوع من اللعيبه بتاعت النادي الاهلي حذر كبير جدا. الحاجه الثانيه، انا كلعيبه كابتن لما باخد انذار في اول ماتش اول خمس دقائق ببقى طول الماتش عندي حرص بتحجب، لان هو حاسس. احنا كابتن محمود، هو سؤال واضح جدا عايز اساله قدام الجماهير، هل احنا عشان احنا اهلاويه وعشان احنا قاعدين في قلب قناه الاهلي، هل احنا متحاملين على هذا الحكم؟ لا يا كابتن، بالعكس. يعني عايز اقول لك على حاجه، ده كل يعني كل المعارضين ضدك او النادي او في ناس كتير فرحانه في النادي بتقول لك الحكم. يعني انا يعني كمان حاجه بصراحه يا جماعه يعني لازم اقولها كمان، يعني رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور طلع انتقد الحكم بشده جدا، وده شتمه كمان، يعني حاجه كانت حاجه بصراحه حاجه جميله. يعني لما رئيس نادي منافس ليك طلع كمان قال لك ايه الحكم ده ومش الحكم ده وازاي الحكم ده يعني. طب احنا يعني احنا متحاملين عليه في ايه؟ مش عارف. كابتن حميد، انت بتتكلم في قناه النادي الاهلي او انت في استوديو النادي الاهلي، انت بتتكلم بحياديه او بتتكلم ان انت عشان الناس نقدر نوصل المعلومه بشكل كبير جدا. يمكن طلع ناس كتير جدا انتقدوا الحكم يا كابتن بشكل كبير، قال لك الحكم كان متحامل على النادي الاهلي في ليك ضربه جزاء. الحاجه الثانيه اللي انا استغربت لها، ان الحكم يا كابتن ماهر وقف اللعب ثلاث دقائق عشان الشماريخ او الملعب، حتى واحنا قاعدين يعني، حتى وانا قاعد انا قاعد مع ناس اصحابي بقول لهم الماتش لازم الحكم لازم يقف المباراه. ده المشكله كمان ان ما حسبش الثلاث دقايق دول يا كابتن. ما حسبش ولا قبل الثلاث دقايق محمود، في اتنين تسلل يميدو بالظبط. مش تسلل على النادي الاهلي بالظبط. ده انا عايز اقول لك على حاجه كمان، كان يقدروا نقدر نجيب من خلالهم هدف. ده طقم التحكيم كله من ضمن الحاجات اللي هو بيقدر يحجمها، ان هو عملها تسلل يقدر يحجمك كمان في الهجمات. لو في الشوط الاول كمان، الشوط الاول كمان لو حضراتكم تفتكروا الكره اللي اتعملت كروس رجعها، حد رجعها لازارو، وازارو طبعا قلشها بطريقه غريبه جدا. الكرة دي لو كانت جت جون كانت تتلغي بداية التسلل، وهو مش تسلل. هي مش، ما انا بقول لك مش تسلل. التانية زيها برضك اللي صلحت لأغاية في الشوط الثاني وشاتها خبطت في المدافع وطلعت كورن بالظبط. يعني هو طقم التحكيم كله يا كابتن، يعني حتى مش في مباراة الوداد بس، يمكن شفنا في الترجي وشفنا في لا والمباراة مباراة الذهاب عندنا، وهنا موجودين برضه ضربة الجزاء برضه لوليد ازارو. يعني هو الراجل يعني عارف، انت لما اكون انا قاصد ان انا اخسرك فدي يمكن مشكلة كبيرة جدا في التحكيم، ولازم يبقى في وقفة يا كابتن. مش كل مرة يعني مش كل مرة هنقول ان احنا هنقدم شكوى وهنقدم مش عارف ايه. رئيس الاتحاد نفسه محمد احمد قال، الاتحاد الافريقي
قال. ما انا بقول لك قال ده هيبقى في حساب بالنسبه للحكام الافارقه. والله اه والله لا تصدق انا فوجئت بصراحه بالخبر. كل مره انا بصراحه خدت الخبر يعني كويس قوي. واحنا استفدنا ايه بقى يا كابتن؟ ما هو انا بقول لك دي المشكله. المشكله انك انت بتضيع مجهود الفرقه ونادي نادي مجلس اداره وجهاز فني. قال لك يعني قال لك مش على راي المثل نقتل القتيل ونمشي في جنازته. هنحاسب بقى الحكام احنا بعد كده. هنقول لهم اوعوا تعملوا كده تاني. ده اوعوا تضيعوا ضربات جزاء تاني. اوعوا تضيعوا بطوله تاني. ودي كانت واضحه يا ميدو محلينا من مباراه الترجي لو تلاحظوا طبعا ان كان التحكيم برضك عنده مشاكل كتير. يا كابتن ده انا من اول الماتش يا كابتن الساحلي عنده برضك مشاكل. يا كابتن مهدي يا كابتن محمود انا من اول ماتش والكابتن شطه معايا على التليفون. يا كابتن شطه نبوس ايدك. شوفوا لنا حكام يدونا حاجه. عايزين يدونا حقنا. يعني مش عايزين يظلمونا في حاجه. لكن ده وكابتن شطه يعني بصراحه لا والله انا بعمل وبقول وبياخدوا محاضرات ايه. انا مش عارف محاضرات بياخدوها ازاي. بتاخدوها كيف يعني تحجم فريق بالمعلمه بالقسطه زي ما كابتن ماهر بيقول. بس انت ما كنتش معلم. انا اسف يا كابتن ماهر يعني ما كانش معلم ولا حاجه. دي كانت فضيحه باينه للكل. يعني النادي الاهلي لو خد الشريط ده وراح بيه للاتحاد الدولي اعتقد الاتحاد الدولي هيبقى ليه رد فعل ثاني يعني بصراحه. صح. فانا بقول اللي شايف ان احنا متحاملين على الحكم يقول لنا الاسباب. يعني ايه يعني ضربه جزاء لوادي ازارو حضراتكم مش شفتهاش. وقت ضايع مش اقل من 7 دقائق حضراتكم ما شفتوهوش. كميه الفاولات والانذارات اللي خدها اللاعب النادي الاهلي تحكيم واتنين ديفندرات ياخدوا انذارات. يعني اوعى تهوب ناحيه حد ما حضراتكم ما شفتوهوش. كميه الفاولات العكسيه حضراتكم ما شفتوهاش. مش عارف ازاي كنتوا يعني ازاي الناس اللي بتقول الاهلي بيقول الحكم ظلمه. اتظلم فعلا والله العظيم. جون صحيح مليون في الميه. ما حدش اتكلم ولا حد فتح بقه. لكن انت ليك اوفسايدات بتحاسب عليك مش اوفسايدات. كان ممكن نجيب جوان يحسبها لك بلاعه تسلل. ضربه جزاء صحيح ضربه جزاء في مباراه نهائيه. ضربه جزاء اللي قبل كده حضراتكم برده ما شفتهاش. وترجعوا تقول اصل الاهلي بيتحكم له. ما انا ما اعرفش الاهلي بيتحكم له في ايه. ده طول عمره النادي الاهلي حكام عليه بشكل كبير جدا لان هم بيبصوا ان ده البطل. ده نادي القاره. ما انا البطل يا كابتن بس ما تظلمنيش. اجي على البطل. يعني ما انا بطل انت بتيجي على البطل بس ما تظلمنيش. يعني اديني حق يا كابتن. هو التحكيم النهارده برضو كان في ماتش الترجي يا كابتن الراجل حاطط الكوره بايده والدنيا كلها شايفاه. قال لك لا جول. يعني ما النادي الاهلي مش هيقعد يتظلم وبعدين نقول ان احنا البطل. لا يا كابتن لازم يبقى في وقفه في مجلس اداره. احنا نادي كبير ونادي اكبر نادي في افريقيا. لازم يبقى لنا وقفه كبيره جدا مع الحكام وعلى الاتحاد الافريقي وناخد قرارات يا كابتن او ناخد يعني رد رادع للحكام ان مش عايزين اكتر من حقنا. ادينا حقنا واحمي لعيبتي. النادي الاهلي. طب استاذنك يا كابتن محمود انا معايا الكابتن القدير كابتن احمد شناوي الحكم الدولي السابق والمحاضر الدولي في التحكيم. كابتن احمد اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن واهلا بضيوفك الكرام كابتن ميدو معايا معايا كابتن ماهر امام وكابتن محمود ابو الدهب. محمود ابو الدهب كل سنه حضرتك طيب الاول ومنور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا ميدو حبيبي. ربنا يخليك يا رب. كابتن احمد هو سؤال استاذنك لان احنا حضرتك عارف احنا في قناه الاهلي فممكن نكون يعني احنا متعصبين للنادي الاهلي وده طبيعي جدا. فممكن نكون شفنا الحكم ان هو جه على النادي الاهلي. حضرتك شفته بمنتهى المصداقيه وبمنتهى الموضوعيه وبمنتهى الامانه. هل الحكم ده اثر تاثير سلبي على النادي الاهلي ام لا؟ انا اقول لك بس انا عايز رايك. اتفضل. كلام عاطفي ولا نتكلم كلام تحكيم؟ لا 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 كلام تحكيم. كلام تحكيم خلينا نتكلم بواقعيه جدا. الحكم ده يعني اولا كلنا عارفين كفاءته ان هو من افضل حكام افريقيا. لسه حكم لنا مباراه تمام الكونغو وحسب في الدقيقه يمكن 94 ركله الجزاء وركله الجزاء صحيح. تمام. عنده يعني قدرات عاليه جدا. تمام. لكن هو الحكم عشان بس متعرض لضغوط صعبه جدا. لعب المباراه تحت ضغوط صعبه جدا. رغم الضغوط الصعبه دي انا بعتبر ان هو يعني مش هو اللي عمل مشاكل مع النادي الاهلي. تمام. الاثنين المساعدين اللي عملوا مشاكل مع النادي الاهلي. تمام. بمعنى هو النادي الاهلي ليه عنده بس موضوع الوقت البدل الضايع. اي يعني كان ما حسبوش بشكل فيه يعني في شيء في صحيح لان هو تقديره كان بعيد عن الصح بشكل كبير. لكن كان في وقت ضايع اكثر من 3 دقائق بكثير سواء في الشوط الاول انت دقيقه وكان يستحق اكثر من كده او في الشوط الثاني. لكن غير كده ما فيش حاجه على النادي الاهلي الا حته يعني فاول تمام يعني ملوش تاثير انذار مش انذار كلام يعني انا عايز اقول. طب ضربه الجزاء يا كابتن احمد حضرتك شفتها ايه؟ ضربه جزاء ازارو. لكن المساعدين الاثنين المساعد الاول كوره مؤمن زكريا ما كانش تسلل
والكره الثانيه بتاعت الدقيقه 81 مش تسلل. طيب الضربه الشيء فعلا تحس ان الاثنين المساعدين كان لهم تاثير على يعني فرصه الاهلي انها ممكن تحرز هدف فقط، لكن الحكم نفسه ما كانش عنده شيء. راجعوا الماتش وشوفوه من غير يعني، طبعا احنا كلنا كنا عايزين النادي الاهلي يكسب اكيد، لان مصر اللي بتلعب يعني حتى مكتوب كده الاهلي ايجيبت، فيعني يعني احنا مش للنادي الاهلي انما لمصر، انما الحكم ما عندوش شيء يعني نقدر نقول عليه شيء يعني انا بتكلم من ورا ما عندوش. طيب يا كابتن انا خليني مع كلام حضرتك، وحضرتك طبعا كلامك مصدق جدا بالنسبه لي انا شخصيا كمان، هل احتساب 3 دقائق من اصل 7 دقائق على الاقل، هل ده مش تاثير يؤثر على الاهلي؟ الاهلي ممكن يجيب جون في ثانيه، هل ده مش تاثير سلبي؟ انا قلت لك بدات الكلام، قلت لك ايه صد. هو ما يعني الشيء الوحيد ان هو ما احتسبش الوقت الضائع بشكل صحيح. الوقت الضائع ده خلي بالك في علم الغيب لا يعلمه الا الله، ممكن يبقى في جون فيك ما يكونش في، يبقى اذا الموضوع ما هواش قدامك ان انت في الدقيقه 97 هتجيب جول، فيعني لكن النهارده بس وارد يا كابتن، يعني وارد تديني حق انا كنادي اهلي. الجول اللي دخل في النادي الاهلي الكل تشكك فيه وطلع بالبيت. لا 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 جون صحيح، جون صحيح مليون في المية، احنا قلنا القرار صحيح تمام. زي ما جبنا المؤمن زكريا في اللعبه الاولى زيها بالظبط على الشوط الاول، مش تسلل، قسم التسلل كان ممكن تقول تصفر عن هدف هجمه الكلام، والشوط الثاني نفس الكلام، انما غير كده كابتن ميدو ما اعتقدش ان في حاجه ان يعني تتقال ان الحكم يعني غير نتيجه المباراه. طب يعني انا عايز اعرف راي حضرتك برضو في ضربه جزاء وليد ازارو تحديدا، غير نتيجه المباراه ضربه جزاء وليد ازارو يا كابتن احمد لو حضرتك سامعني. لا لا مفيش حاجه خالص، دي مش ضربه جزاء، ده التحام يعني ده. نعم التحام على الكوره، التحام يا جماعه الكوره كنت ما تشوفوا الماتشات يا جماعه في اوروبا. لا 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 انا بكلمك انا عايز اعرف انا ك في الماتش الاولاني ولا ده لا الماتش الثاني. لا مفيش حاجه بقى، الماتش الاولاني في ركله جزاء احنا اتفقنا على الكلام ده قلناه. لا الماتش الثاني اللي هي الكوره لو افكر حضرتك بقى اللي هي استقبلها وليد ازارو على صدره وبعد كده المدافع اعاقه. لا مفيش اعاقه يا وليد، انت يا ميدو يا وليد بيلف بالكوره، التحام عادي على لعب الكوره. يعني التحامات عاديه دي يا جماعه، مش يعني انا عايز اقول احنا بندور، يعني عايز اقول لك مني ما عندناش يعني عايزين نكسب بندور على اي حاجه، لكن يعني ككرة قدم كتحكيم خلي بالك اللي انا بقوله ده في ناس كتير شافته تمام، شافت المباراة ويعني ناس يعني احنا بنتواصل في المباريات النهائية دي على مستوى يعني المحاضرين بتوع افريقيا واسيا العرب كلنا بنتواصل على اداء الحكم. انا بطلع نقطة، انا قلت حاجة ان الحكم الضغوط الصعبة اللي كانت عليه انه بعد اسبوع هيلعب المغرب مباراة مهمة فاصلة مع كوت ديفوار في كوت ديفوار، فده يعني كان صعب عليه جدا انه يلعب المباراه دي واللي جايه. فيعني بيني وبينك كان ضغوط صعب عليه جدا، لكن هي دي كره القدم يعني. اكيد يا كابتن، عشان كده احنا استعنا يعني بخبير زي حضرتك عشان تقول لنا. انا بقول لحضرتك في بدايه الكلام الكابتن ماهر عمان يعني ما يبقى مش معايا فيه. لا يا كابتن، امال احنا جبناك على التليفون ليه يا كابتن احمد؟ ما احنا جبناك على التليفون، انا قلت لك في بدايه كلامي يمكن انا متعصب شويه واحنا متعصبين. ابو الدهب حبيبي وكابتن ماهر يعني برضه انا عايز اقول يعني كابتن ماهر ممكن حضر مأساة يعني مآسي كتير في افريقيا من الحكام بالظبط وعارف يعني، لكن ما اعتقدش الحكم ده كابتن ماهر هو كابتن احمد إيه؟ بس هو حضرتك الانذارات طلعت في وقت غريب بالشكل واللي بعض اللعيبه المؤثرين عندنا يعني فيها 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 فيه شيء من التحجيم شويه. النقطه الثانيه يا كابتن، الكورتين اللي هم التسلل الهجمتين للنادي الاهلي اللي اتحسبوا تسلل وهم مش تسلل، يعني تحس كده ان في تحجيم في الثلث الاخير بالنسبه لهجمات النادي الاهلي. بس خلي بالك مش هو المساعد. يعني خليك بالك يا كابتن ماهر دلوقتي خلاص المساعد ما يقدرش الحكم النهارده المساعد ينفع له تسلل يقول له نزل. ما يقدرش. فيعني ده المساعدين، انت عارف انا يعني انا معاك واللي انت بتقوله ده 100 100، بس هتعمل ايه؟ هو ده اللي عندك. يعني هو ده اللي حصل خلاص. لكن هو الحكم عشان شايف الكلام كله على الحكم لا 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 مش كل الكلام يا كابتن احمد، احنا بنقول الحكم كان عامل من العوامل التي ادت لخساره النادي الاهلي. خلي بالك دلوقتي تقرير اداء الحكام دلوقتي مفصول، الحكم لوحده والاثنين المساعدين لوحده. يا حبيب قلبي ما حضرتك عارف برضو يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه النادي الاهلي في الثواني الاخيره، يعني ايه النادي الاهلي ان دقيقه واحده تفرق معايا يا كابتن احمد، يعني انا مدي لحضرتك حريه الكلام، لكن حضرتك عارف النادي الاهلي ممكن يجيب جون في ثانيه، كون ان هو يتحسب له 3 دقائق من اصل 7 دقائق كل خبراء التحكيم قالوا كده، فدي مشكله.
بص يا كابتن. اتفضل يا كابتن. دقيقة أو دقيقتين اللي ما اتحسبوش في علم الغيب، لا يعلمهم إلا الله، صح؟ لا 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 يعلمهم إلا الله إزاي؟ لا يعلمهم إلا الله إزاي يا كابتن أحمد؟ إزاي ما الوقت اللي اتحسب فيه أساساً الوقت الدخان؟ مش عايز أقول لك ما ساعدش من أنت لعبت 93 دقيقة وما جبتش جول. يا حبيب قلبي بس وارد إن أنا أجيب جول في ثانية. يعني أنت فهمتني أنا عايز أقول لا لا فاهمك يعني جداً. والنادي الاهلي معروف عنه او 97 دقيقه وما جابش جول يا كابتن احمد. الانديه الكبيره معروف عنها ان هي ممكن تسجل في جزء من الثانيه، وحضرتك يعني محاضر كبير جدا وكنت حكم دولي كبير جدا عارف ان الجون بيجي في جزء من الثانيه. ايه فعلا لعبتين تسلل ممكن يكونوا فرصه هدف او هجمه تصفر عن هدف. فعلا لعبتين كانوا في مكان صعب جدا ومكان مهم جدا وحصل لهم يعني قطعه أو يعني إخفاق ليهم أبوه. أنا معاك في الكلام، لكن غير كده يعني معلش سامحوني ما فيش أي حاجة. لا يا كابتن احنا هو لكن هو يعني يكمن إن احنا واخدين عنه إن هو حكم أداء كويس قوي، فإحنا بالظبط 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 كلام حضرتك صح كلام خصوصا إن هو حكم في القاهرة يعني المباراة الشهيرة اللي صعدت كأس عالم، وكان في شك في ضربتين جزاء هو بمنتهى القوة ما حسبهمش قبل ضربة الجزاء على طول حضرتك تفتكر، وحسب ضربة جزاء صحيحة مليون في المية. ضربة الجزاء رجل الجزاء. نعم. يعني أنت خلي بالك الحكم ده لو لعب لنا ماتش الذهاب في القاهرة كان هيحسب ركلة الجزاء بتاعت أزارو. كان هيحسبها. الله أعلم. الله أعلم برضه في علم الغيب برضه كابتن أحمد. لا ده كفاءته يحسب. لا يا كابتن. خلي بالك دي الحظوظ دايما هي دي اللي نقول عليها الحظوظ. يعني وبعدين يعني أنا عايز أقول خلينا برضه إحنا مؤمنين مشيئة الله في كل شيء اكيد طبعا اكيد ربنا كاتبه بيكون اكيد يا كابتن طبعا احنا يعني ما عشان كده يعني احنا صرنا حضرتك تطلع معانا وتتكلم بمنتهى الوضوح. لا انا بتكلم على حكم بعدين خلينا برضه نقول اللي ربنا كاتبه هيكون. يعني انا عايز افكركم النادي الاهلي لاعب النجم هناك 0-0 جه هنا ولا كان 1-1 ولا جه هنا خسر الكاس وسط القاهره اه بالظبط بالظبط يعني بالزبط. ما فيهاش نقص ما فيش مشاكل لكن ربك لما يكون كاتب حاجه بتحصل يعني بالظبط بالظبط لا ولا فيك. لكن انا عايز اقول لك حاجه، مش البطوله اللي هتاثر في النادي الاهلي ده طبعا. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي مش يعني ما بطوله افريقيا يعني انا عايز اقول هو اكبر نادي على مستوى العالم عنده بطولات وحاجات من دي كلها. ان شاء الله السنه الجايه يرجع ويخش وياخد البطوله وترجع الامور تاني ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن احمد، بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما اقفل مع حضرتك، سؤال اخير معلش طولت عليك. يعني حضرتك طبعا ادرى مني بكتير جدا، لكن حضرتك يعني كنت بتحكم وكنت بشوفك اي احتكاك او القانون بيقول اي احتكاك في ال 18 خصوصا لما يكون المهاجم مستحوذ على الكوره اي احتكاك بيه حتى لو كان احتكاك غير مقصود بتحسب ضربه جزاء، ده قانون الكوره. لا مش مقصود، بس خلي بالك الاحتكاك اللي هو فيه اهمال او تهور او قوه زايده بالظبط عشان اتشال غير مقصود بالظبط عشان الاهمال بالظبط اهمال حاجات، بس الشرط ان يكون الاحتكاك ده ما لعبش الكوره اللاعب ما لعبش كوره امام جنبك مدافع وهو قدام جنبك مدافعين لما كان بينزل ياخد الكوره واللعيب بيقع ما يتحسبش فاول بالظبط ما نجح في لعب الكوره. انا اعتقد ان حضرتك ما شفتش كوره وليد ازارو يا كابتن احمد. مش عارف انا اللعبه دي في الشوط انهي شوط؟ في الشوط الاول. الشوط الاول كان كروس وليد ازارو استلم الكره على صدره والمدافع اعاقه ووليد كانت الكره في استحواذه. ممكن ما انا لا انا اعتقد ان حضرتك ما شفتهاش. ممكن ما شفتهاش ممكن، لكن انا عايز اقول انا مش وقد يكون كلامك يعني ما هو برضه خلي بالك قد يكون كلامك انت اللي بتقوله ممكن يعني احتمالات احتسابها 50-50. انا افتكرت اللعبه دلوقتي هي كانت جوه على ناحيه المنطقه الست ياردات ايوه بالظبط كانت الكره وليد خدها على صدره واستحوذ على الكره خالص والمهاجم طبعا باهمال منه او المدافع باهمال منه اعاق وليد ازارو. خد مين خد ما خدش ما خد الكره منه بعد كده ما خدهاش ده ما هو بعد الاعاقه يا كابتن احمد. لا ما وصل لها مفيش اعاقه وصل لها ووليد ازارو عايز بيدور على فاول. لا مش دي اللي تتحسب بالظبط. مش عايز اقول لكم احنا بنشوف في الدوريات الاوروبيه العاب صعبه يعني مش عارف الدوري الانجليزي يعني حاجات كتير لكن مش دي يعني انا مش عايز اقول خلينا نتكلم مش دي اللعبه اللي انت تقول انها يعني دي ولا بتاعت الفينالتي بتاعت ماتش بتاعت وليد ازارو. ما انا سايب لحضرتك بقى حريه الكلام يعني ايهما بقى احتسابها تحتسب يعني كلنا نتفق عليه انهي واحده؟ عايز رايي انا؟ أنا الاثنين بصراحة. لا أنا ما أنت طبعا عشان قاعد أكيد لا 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 والله يبقى أنا بكلمك بمنتهى الأمانة. يا كابتن ماهر يا كابتن يعني واضحة وضوح الشاب
اللي في استاد القاهره بتاعت ازارو في استاد القاهره دي واضحه يا كابتن. مشكله واضحه 100%. لكن الثانيه 50-50. طب يعني ناس هتحسب وناس مش هتحسب وخلاص، يبقى يعني لكن الحاجه الواضحه ما نقدرش نختلف عليه. اكيد اكيد يا كابتن. يعني انا عايز اقول انا اول حاجه بشكرك وانا اسف على المداخله يعني. يا كابتن ده انت نورتنا يا كابتن احمد، نورتنا والله. خليك ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب كابتن ماهر وكابتن توفيق يا كابتن. نورتنا ودايما بنستفاد من ارائك التحكيميه يا كابتن احمد الشناوي المحاضر الدولي. شكرا جدا لحضرتك. يعني ايه عايز اقول لك على حاجه يعني الناس ممكن تفتكر ان انت بتبرر التحكيم. لا 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 انا جبت حد هو قال لي كمان لا. قال لي لا ده في شك و50 50 بس هي ضرب يعني انا يعني يا كابتن يعني كل حتى لما جبنا خبراء التحكيمين قال لك لا دي ضربه جزاء. لا ما انا بقول لك الشك دايما بيبقى في صالح المهاجم بالظبط. يعني انا شفت ضربه الجزاء الراجل واخدها على صدره والتاني بيلف له يا كابتن وزقه يعني ده اهمال كده. انا قلت له انت ما شفتهاش، قال لي ممكن، وبعد كده هو افتكر ان هو شافها. وبعدين الكابتن احمد الشناوي قال حاجه غريبه، وقال لك لو كره ازارو لو مباراه الذهاب كان حسبها. ما في علم الغيب برضه. ما انا بقول لك يعني انت بس مش عايزين الناس تفهم ان احنا بندافع او بنتكلم على حاجه من لا خالص ده. لا والله العظيم بندافع. الحكم لما الجول كان عامل زي ما حضرتك قلت يا كابتن ميدو، ده كان عامل من العوامل اللي ادت لهزيمه النادي الاهلي. يمكن عمل تخوفات، عمل تهديد للعيبه النادي الاهلي من اول المباراه، انذارات الكتير او طلع في طول المباراه انذارات، فبالتالي خلى اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عندها حرص ان هي ما تلتحمش او ما تخشش او ما تعملش، فده يمكن عمل تخوف عندهم شويه. يمكن عايز اقول لك على حاجه، يمكن في لقطه شفناها للكابتن حسام البدري بعد بيجري ورا المساعد يعني بعد الجول الاول في 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 كوره في هجمه كابتن حسام يمكن ساب المنطقه الفنيه بتاعته وجري ورا المساعد بيكلمه. يعني الكابتن احمد الشناوي هو بيبرر دور الحكم الحكم الساحه ان هو الاخطاء كانت عند اللاين مناهج يا كابتن طاقم التحكيم. حتى انا يمكن انا شفت لقطه كمان غريبه عماد متعب يمكن عملها يعني من كتر الشحن او من النرفزه من طبعا الحكم كله يعني كان شايف. عايز اقول لك كل اللعيبه حتى اللعيبه نفسهم يحسوا بالكلام ده في الملعب يا كابتن ميدو ان الحكم ظالمهم او مش ظالمهم. يعني خلينا نجتاز بقى هذه المباراه كابتن ماهر، يعني ازاي النادي الاهلي يجتازها او ازاي حضرتك مع خبراتك كنتوا بتجتازوا مثل هذه الامور ازاي؟ بص يا بيتو، هو فنيا كمان احنا مش موفقين. يعني احنا يعني بعد الجول الاولاني في مصر بتاع مؤمن بعديه بست دقائق الانفراد الكامل لوليد ازارو احنا مش موفقين. فكرني صراحه الدنيا كانت هتختلف. قلت ان قلت الفرصه اول مره كنت اقول كده والله صراحة. قلت فرصه ازارو اللي ضيعها دي هيكون ثمنها غالي. ما دخلتناش بقى في حسبه بيرما بقى حكم الامور ونظام ووضع. وبعدين الحاجه الثانيه كمان احنا مش موفقين فيها في مباراه العوده، الانفراد اللي اتعمل، الباص اللي اتعمل من السلايه اللي مؤمن بشكل كبير جدا، وحتى خطا الحارس، حارس طلع طالع من جوله في وضع خطا وسبحان الله صلحها فيها توفيق بشكل كبير جدا. دي كانت ممكن تغير شكل واداء النادي الاهلي بشكل كبير وتقربنا من البطوله. انك انت لما بتجيب هدف هيحصل نوع من الاحباط بالنسبه للوداد لان هو خايف منك. انت عارف يا ميدو احساسنا كده يا محمود ان فريق الوداد اقل طبعا من نجم الساحلي واقل من الترجي. النقطه الثانيه هم خايفين منك، حاسين ان هم صعب ان هم يقدروا يبادلوا النادي الاهلي اذا كان جوه او بره. الراجل المدير الفني لعب بنفس السيستم نفس النظام هناك وهنا بالظبط، فضل يدافع ويحجم الكوره وعباره عن نقلات بس على الجناب بالنسبه لحاجات تنظيميه، لكن عشان يوصل لشيف كرامي كان في شيء من الصعوبه بالنسبه لنا. لكن عايز اقول لك ان التوفيق وعدم التوفيق ما كانش موجود معانا يمكن في خلال المباريتين. انا عايز اقول لك ان الملف ده اتقفل يا كابتن ميدو بعد عودة طبعا لعيبة النادي الاهلي، ودي بطولة من ضمن البطولات النادي الاهلي. الحمد لله احنا عندنا دولاب مليان من البطولات الافريقية والمحلية. اللعيبة دول اللعيبة بنحييهم على ادائهم في هذه البطولة لان هم اجتهدوا بشكل كبير جدا. كان في لود عالي على لعيبة النادي الاهلي في مباراة الترجي ومباراة النجم ومباراة الوداد، من اقوى المباريات اللي ادوها لعيبة النادي الاهلي، وكانوا عند حسن ظن الناس، ادوا اللي عليهم بشهاده طبعا كل النقاد وشهاده جمهور النادي الاهلي اللي هو بيحييهم وحياهم. حتى الجمهور المغربي حيا لعيبه النادي الاهلي، وشفنا لقطات من المغرب وهم راجعين بالباص وداخلين الاوتيل كل المغاربه قعدوا يسقفوا للعيبه النادي الاهلي وحييهم على الاداء اللي هم ادوه بشكل جيد. هيتقفل الملف ده كابتن ميدو اكيد، وحتى بالرغم من بعض الجماهير اللي القت يعني زجاجات على لعيب النادي الاهلي، يعني دي مش بتمثل كل الجماهير المغربيه يعني. هيتقفل الملف ده وهنبدا ان شاء الله يوم الجمعه عندنا مباراه الكاس مع تنوفانات بني سويف. مباراه الكاس ده اللي حضرتك بتتكلم عليه. بالظبط.
يعني حاجه 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 تفرح الناس بيحيوا اللعيبه جمهور يعني اللعبة. حضرتك طالما ذكرت مباراه الاهلي مع بني سويف يا جماعه، الاهلي طلب رسميا او بعت فاكس رسمي لاداره نادي بني سويف، تليفونات بني سويف، بنقل المباراه لاستاد القاهره. لسه الرد ما وصلش للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. فانا شايف ان احنا ان شاء الله باذن الله 400 دي بطوله ملفات اتقفل هنبدا، وهو ده النادي الاهلي، هو ده النادي البطل، ان الحاجات دي ما تاثرش. يعني نبقى يوم اللعيبه من حقها انها تزعل، جهاز الفن من حقه انه يزعل، لكن ان شاء الله تاني يوم بالظبط اكيد يا كابتن البطوله في ايدينا، يعني يوم في كامل تاني التدريبات، اللعيبه رجعت للتدريبات، تركيز في البطوله، وده الاحتراف اللعيبه عايش عليه. بطوله تضيع من ضمن 5 بطولات مش مشكله، احنا عندنا ان شاء الله بدايه موسم جديد، عندنا هنبدا بكاس وبعدين الدوري بعض المؤجلات، وبعدين هنخش تاني في البطوله الافريقيه، البطوله المفضله بالنسبه لنا. اكيد السؤال لحضراتكم يا كابتن محمود وكابتن ماهر، بس طبعا هبدا بالكابتن ماهر، معلش انا عشان هو دايما طبعا ده كابتن الخبره كلها. يعني كان على ايام حضرتك اول ما يحصل هزيمه نبدا بقى ننتقد، ونبدا ننتقد في ادارات، ولا الموضوع عشان داخل في انتخابات وكده، فيعني الموضوع ازاي حضرتك شايفه ازاي بخبراتك يعني؟ لا انا شايف كان منظر جميل جدا، وكنا بنتكلم انا ومحمود يعني فيه. هل او السؤال بمعنى تاني، هل لو كان النادي الاهلي كسب هذه البطوله كنا نقعد نقول بقى الله واللعيبه ومجلس الاداره ومش عارف الله والدنيا جميله؟ هل لما الاهلي بقى خسر هذه البطوله بقينا بقى اللعيبه والنادي والجهاز والاداره؟ لا 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 لا، الموضوع لا ازاي حضرتك شايفه؟ الموضوع اللي احنا شفناه اكبر دليل على المنظر اللي شفنا محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بيصافح محمود الخطيب في ملعب محمد الخامس، اكبر الله. صوره اكبر دليل على ان الرموز بتوعنا محمود طاهر وخطيب ما زالوا هم رموز النادي الاهلي اللي احنا بنفتخر بيهم، وبنكن لهم كل الاحترام وكل الـ الـ عمر انتخابات النادي الاهلي ما هتفرق في مكسب او خساره. النادي الاهلي نادي القرن، النادي الاهلي بيتورث المبادئ والمثل، وده اكبر دليل واكبر رد على كل المشككين ميدو ان ما زال النادي الاهلي بخير. لايف انا كنت بشوف الصوره بس يعني طلع من الاول تاني حلوه جدا الصوره دي. مهندس محمود طلع من تحت اكبر دليل يعني بصراحه، يعني الاثنين بصراحه قيمه كبيره، واكبر رد على كل المشككين يعني قيمه كبيره جدا. محمود طاهر قيمه، محمود الخطيب قيمه، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي، النادي الاهلي هيستمر ميدو طول عمره، النادي الاهلي بيستمر في كل مجالاته. النادي الاهلي عنده انتخابات يوم 30، بنتمنى التوفيق للمهندس محمود طاهر، بنتمنى التوفيق للكابتن محمود الخطيب. احنا بس على على السريع يعني كنا بنلمس، احنا مش عايزين ندخل في موضوع انتخابات اكيد، بس يعني كنا بنشوف الاسباب الهجوم يا كابتن. لا بص يا كابتن ميدو، يمكن احنا لما كنا بنتغلب كانت اللعيبه كبيره عندها احساس بالمسؤوليه باتجاه ناديها، ان انت بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي بطل، ان انت ما ينفعش ان انت حتى تتعادل يعني، فدي كانت بتبقى مشكله كبيره جدا، كنا بنلم نفسنا بسرعه. عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا بشفق على نادي بني سويف، لان انت عارف انت بعد اخفاق بطوله او هزيمه مباراه ان انت بتبقى مستني المباراه اللي بعديها عشان عاوز تنسي الجماهير او عاوز تنسي الناس الهزيمه اللي حصلت او خساره بطوله، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. اللعيبه بتقعد مع بعضيها بتتكلم مع الجهاز الفني، لكن عمرنا بص عمرنا ما بنتكلم في الهزيمه، انت خلاص اتغلبت، لا قدر الله اتغلبت او تعادلت. حلو. ويجي بقى المدير الفني او ممكن الكابتن ماهر، لما كان على ايامنا الكابتن ماهر ماسكنا، والكابتن الله يرحمه كابتن احمد كان يكلمك في بعض الاخطاء اللي حصلت، يقول لك انت كنت المفروض عملت كذا، لا اتغطيت في الحته الفلانيه، لا انت ما تغطش على الراجل. هي دي الحاجات اللي كنا بنتكلم بينا وبعض، بس ما كانش بتتقال على الملأ او حد بيعرف حاجه، فدي كنت بتنزل يا كابتن، بتنزل بعد كده تفترس الفرقه اللي قدامك، اللي انت حتى لو اي فرقه كبيره اللي هتلاعبك اي، او كنت بتستنى اول مباراه بعد اخفاق عشان تنزل تكسب او ان انت تنسي الجماهير بسرعه. لكن انتقادات سيبك من كل ده يا كابتن، كل ده اجتهادات صحفيين او اعلاميين لهم اغراض ثانيه، لكن عايز اقول لك على حاجه، النادي الاهلي يبقى هو البطل، وهو ده طول عمره النادي الاهلي، وهيفضل البطل طول عمره. اكيد اكيد يعني النادي الاهلي كبير، احنا قلنا النادي الاهلي كبير، ومش كبير بالعافيه، هو كبير بانجازاته، كبير بارقامه، كبير بكل حاجه فيه. النادي الاهلي فعلا يعني حاجه يعني، لغايه دلوقتي انت واخد 8 بطولات، واللي بعديك واخد 5 بطولات، فرق في كل حاجه بصراحه. عشان كده بنقول ان النادي الاهلي دايما حتى لو حصل، قلنا حكام ما قلناش حكام، مع ان طبعا كان في ظلم باين للكل يعني، لكن هو النادي الاهلي مفروض لما يبقى عندي قيمه باسم النادي الاهلي لازم ان احنا نفتخر بيها
ككل حاجه بصراحه، لكن احنا بنحاول ان احنا نوقع حاجه عمرها ما تقع ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع نواصل مع ضيوفنا الكرام ازاي الاهلي او لاعيبه الاهلي تحديدا تطلع من الروح الانكساريه شويه اللي هم فيها. فاصل واستنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل كنت بتكلم مع ضيوف الكرام كابتن ماهر وكابتن محمود ابو الدال، الاهلي يعدي مثل هذه المرحله وازاي الاهلي يرجع لمعنوياته العاليه جدا. وكان الكابتن محمود ابو الدال بيتكلم ان الله يكون في عون الفريق اللي بيلاعب فريق مغلوب او فريق بطل مغلوب او ضيع منه بطوله بعد البطوله على طول. يا كابتن محمود، زي ما بقول لك يا كابتن، هي بتخرج بسرعه. النادي الاهلي لعيبه كبيره، لعيبه محترفه، لعيبه بتحمل مسؤوليه ناديها. ده زي ما قلت لك ان كنا بنستنى او لعيبه النادي الاهلي بتستنى اول مباراه في بطوله الكاس او الدوري على اساس بتحاول تنسي الجماهير اللي حصل. لكن انا بعتقد ان اللعيبه هتقعد مع بعضها كتير جدا. عندك الكابتن حسام البدري لما يرجع من الاجازه يتكلم مع اللعيبه ويخرجهم من الحاله اللي هم فيها. واعتقد ان خلاص ده انت اللعيبه عندك لعيبه محترفه، لعيبه كبيره فاهمه كويس جدا ان كل رياضه فايز ومغلوب. فاعتقد ان في لعيبه كبيره جدا في الفريق زي احمد متعب، زي حسام عاشور، زي احمد فتحي يقدر يتكلموا مع اللعيبه. لان خساره بطوله مش نهايه المطاف، لان انت النادي الاهلي قدره انه بيلعب على اي بطوله بيخش فيها فبيحاول ان هو ياخدها، او مش بيحاول ان هو بياخدها يعني. كابتن سعد عبد الحفيظ بنفس الطريقه يقعد اكيد هيعمل اجتماعات مع اللعيبه يحاول يخرجهم من الحاله اللي هم فيها، وان شاء الله يقدر يرجع لي خلاص الملف ده يتقفل بحلو بمره يا كابتن ماهر، ونرجع بقى نفكر في الدوري العام والكاس مصر اللي انت تحافظ عليهم او البطولات المفضله ليك ان شاء الله. اكيد. يعني كابتن ماهر، سؤال الجمهور، يعني سؤال الجمهور بيساله، الجولين كانوا جون واحد، يعني الجولين كانوا جون واحد، نفس الشكل، نفس الستايل، نفس الكروس مع قربه شويه، شايف ايه؟ يعني شايفها ازاي؟ حضرتك طبعا كنت بتلعب في المكان ده، هو السر فين في الجولين دول؟ ميدو، هو طبعا الاجوال لما بتيجي او تخش فيك بيبقى في حالات مركبه، يعني الا اذا كان ضربه جزاء، شد بالايد او لمسه ايد، بتبقى يعني حاله فرديه. حاله فرديه، لكن قصدك حاله جماعيه وحاله فرديه؟ بالظبط. الحاله الجماعيه اللي موجود عليها الجول ده يمكن من بدايه الجول الاولاني، وانت بتهاجم طبعا، واحنا في مصر كنا بنهاجم، فاتخلقت مساحه ورا معلول اللي راح بنجمي دوت، راح فيها بنجم قدر يستلمها، عملها كروس طبعا في حته مؤثره بشكل صعب جدا على قلبي الدفاع، وفي نفس الوقت في صعوبه على شريف اكرامي الحته اللي بين حضرتك بتتكلم عن الجول الاولاني. وبعدين لبسه راس طبعا من شرقيه دوت، ده يمكن الهدف الوحيد اللي هم سجلوه في مصر. طب وحضرتك شايف صعوبه الكره دي فيها يا كابتن؟ انا صعوبه الكره رقم واحد، وانت بتهاجم محمود كنا بنتكلم في الموضوع ده، وكنت تملى اقول له محمود واحنا بنهاجم يبقى لازم انت مامن خط ظهرك، انت مامن الحته اللي ورا. طب يعني في كان في كسر عرضيه اصلا، كان في سعد سمير موجود، وكان في اعتقد الجول الاول كان محمد نجيب. محمد نجيب محمد نجيب لا نجيب طلع يقابل اونج. نجيب طلع يقابل اونج، فكان في حسين السيد ورا نجيب، حسين السيد وسعد سمير، واعتقد كان احمد ونجيب. هي دي مشكلتنا بس كان واحمد فتحي. مشكلتنا بس ميدو انك انت وانت بتهاجم بالظبط الثلاثه على واحد دول مع الاسف مش واقفين صح. يعني المفروض ان الراجل ده بنجم ده موجود في الحته دي، يبقى انا لازم حد رايح عامل مان تو مان معاه او عامل كفرنج عليه. النقطه الثانيه بين شرقيه ده وهو جاي لازم يبقى في حضن بقى يا محمد نجيب يا سعد سمير، واخد بالك؟ فهي القصه كلها ان الكوره بتبقى اسرع من تفكيرك، واحنا عندنا نوع من السرحان. يعني احنا في اوقات كتيره جدا بنسرح بشكل كبير جدا ورا وبنتلط بهذا الشكل. احنا مش ده لسه لسه في الموضوع، لسه الموضوع ما بريتش الاولى والمباراه الثانيه بالظبط، اتلعبت بالشكل السريع جدا. الهدف الثاني يكون قريب منه اللي في الوداد، قريب منه يعني مهاره، وبعدين مروغه من بن شرقيه لرامي، وبعدين الكروس اللي خبط في حسين السيد هو اللي عمل التاتش، هو اللي علق الكوره، خدم الكوره بالنسبه للراجل المهاجم اللي جاي. بردك المشكله ان مش متراقب من سعد سمير، ومش متراقب من هاني
محمد هاني لان محمد هاني كان لازم يخش قدام سعد كمان يعمل كفرنج. فهي طب هي مسؤوليه مين؟ احنا عايزين يعني مسؤوليه مين؟ هل هو مسؤوليه محمد هاني ولا مسؤوليه سعد سمير؟ مسؤوليه خط الظهر زي ما قلت لك خطا جماعي مركب الطرف الاول وبعدين الاثنين اللي في قلب الدفاع وبعدين بعض المدارس قالت ان ممكن شيف كرامي بعد التاتش ده عاليت كان ممكن يقدر يطلع بالبوكس يلعبها. وانا شايف ان الكره في 6 يارد هي من بدايتها يا كابتن ميدو ان هي اتلعبت من ورا حسين السيد. يمكن انا شفت كمان يا كابتن مان ان اللعيبه وقفت او لعبت على انها تسلل. لا هي اتلعبت بسرعه يعني حتى الناس كتير جدا قال لك لا اوف سايد. انا مش يعني صراحه يعني مش هي مش اوف سايد يمكن هي اتلعبت يا كابتن. كمان في حاجه كابتن ماهر يمكن حضرتك طبعا كنت بتعلمها لنا وقفه المدافع يا كابتن. يعني المشكله كمان في المدافعين ان انت بتبص على الكوره بس. يعني الراجل بن شرقيه ده راجل قد كده بالنسبه لرامي او بالنسبه لسعد سمير او طب حلو الجزئيه دي يا كابتن محمود. يعني انت كمدافع طبعا الكابتن ماهر يعني كان نجم في الدفاع. يعني انت كمدافع بتصعب درجات المسك ازاي؟ يعني بتصعب درجات المان تو مان ازاي؟ يعني لو مثلا في نص الملعب تبدا تشوفه بعينيك ولا بتاخده مان تو مان؟ خلينا نمشي واحده واحده مع الجمهور. لا بص يا كابتن ميدو يمكن انا زي ما اتعلمنا او كباتن بتوعنا علمونا ان انت في الهجمه المرتده بتفتح سبرنت بتبقى عينك على الخصم وعينك على الكوره حتى لو الخصم وراك بتلمحه بطرف عينك. لا انا انت شايف. انا معاك. انا مش بقول هجمه مرتده، انا بقول دلوقتي انت دلوقتي كمساك وطالع بالمساك اللي معاك وطالع بالترسيم بتاعك لنص ملعبك بتبقى شايف لازم يبقى مركز مين ولا ماسكهم مان تو مان دلوقتي حته في نص الملعب؟ انا كان في نص ملعبك. لا بص انا لما كنت بلعب ليبرو كابتن ببقى لازم تحت الكوره. انت كنت الليبرو. انا كنت لازم ابقى تحت الكوره. انا بتكلم دلوقتي في الطريقه بتاعتنا احنا اللي هو الاثنين ماسكين بس بتبقى ماسك مان تو مان حتى لو لا ما تسيبش لا طالع عليه مين؟ لا طالع عليه طالع على اللون شايفه. انا شايف الكوره وشايف مراقب الفروت بتاعي ما اقدرش ان انا اسيبه يا كابتن ماهر او اعمل عمليه ترحيل. ده اللي لازم بقى بتصعب درجه المان او بتخليها بتبقى حاله شديده من 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 المان تو مان. امتى؟ كل ما المهاجم كل ما بتخش منطقتك انت اللي هي مؤثره بالظبط منطقه ال 18 تمام. لا بتبقى مان تو مان مراقبه في كل حته حتى في السكسر. النسب بقى كمان كابتن محمود يعني نسبه البص على الكوره ونسبه البص على المان بتاعك من كام لكام؟ بتبقى بتبص من يعني يمكن انت تبقى مراقب 100% حلو. لازم تبقى مراقب الراجل اللي انت ماسكه حلو لان انت كوره ممكن اي يعني مثلا نقول 90% مان و10% بص على الكوره. ما انا بقول لك انا 80% مراقب الراجل. يعني هو محمود بدا لك الاول بص على الكوره وبعدين وضع المان يعني الاول الكوره بعدين المان ووقفه المدافع يا كابتن. انا بالظبط خلاص وبعدين القرار بقى لما تطلع الكوره القرار انت بالنسبه لك هتروح عشان تشتت والمهاجم هيروح عشان يصوب. ما دي ودي وقفتي انا كمدافع. لازم الوقفه اللي بيتكلم عليها محمود انا وقفتي هتبقى ازاي؟ يعني انا الكوره بتبقى صعبه عليا جدا لو بتتعمل كروس. لو انا جاي مثلا لو الكوره سابقاني انا كمدافع كوره سابقاني انا ببقى واخد وضع الاستعداد او رد فعل هيبقى على اساس ان انا ممكن اطلعها بشمالي او اطلعها بدماغي. لكن نمره واحد يا كابتن انا مراقب المان الراجل اللي عليا لان مين اللي هتتلعب له الكوره؟ الراجل اللي هيرفع ده هيرفع فينا يا جماعه في المنطقه دي بقى ميدو بيقرب لازم اقرب عليه بقى قرب بقى ماسكه خلاص بقى حتى يمكن الكابتن ميدو كابتن كان كراس حربه لو انا طالع انا وانت في الهواء لو زقتك بكده خلاص اختلت وزنك لكن الراجل اللي طلع يمكن برشياده طلع ومحدش حتى يعني احتك بيه او محدش جايه حتى هو الراجل لعب بدماغه مش مصدق الكوره داخل الجون يا كابتن. يعني ده بص الصوره دي رامي يعني حسين وادي الفرد اهو رامي لازم يبقى وضعه السهم لتحت شويه واخد بالك يا ميدو السهم لتحت شويه يعني تحت الكوره يبقى كفرنج على 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 الكوره دي اللي عدت يا كابتن اللي عدت لا خلاص يعني عدت يبقى الوضع بتاع حسين غلط. عدت رامي يبقى لازم حسين كان يبقى قبل الابيض واخد بالك رامي هو اللي جوه ده الباك العكس واخد بالك ان هو كده الفرود في وضع اخطر بالظبط يعني كده الكره اللي عدت جنب بالزبط. القائم الايسر وده اللي حصل في الجون الثاني ان احنا محمد هاني مع الاسف ما دخلش عامل كفرنج قدام الابيض واخد بالك عشان يمنع الكره بدماغه. وبعدين انا بتكلم يا كابتن ماهر او كابتن محمود بتكلم في درجه الصعوبه في درجات الصعوبه حضرتك بتصعد درجات المسك بتاعك او المان بتاعك. لا مان تو مان بتبدا تشوفه الاول بالظبط يعني عشان اوضحها اكتر بيبقى في دفاع على مساحه بالظبط وفي دفاع على مان ايوه وفي دفاع على مان تو مان طبعا. ده اللي بص يا كابتن ميدو يمكن الثلاث درجات دول بياخدهم بقى
من خلال التحرك بالظبط يعني في اقصى حالات الدفاع اللي هي المانتومان. لا مانتومان لازم تمسك اللي هو بيجي لك بقى بيدخل لك 18 عامه ودي عامه كمان ميدو بتبقى على الكور الثابته اكتر المانتومان دي. لا وحتى الكور المتحركه بتبقى المتحركه ما في مدرستين يا كابتن في مدرسه يقول لك في الكور الثابته مش في الكور المتحركه. في الكور الثابته في مدرسه يقول لك ايه انا اوقف المساكين بتوعي اوقف الناس اللي هتدافع بتوعي في اماكن الخطر بالنسبه للمرمى بتاعي اللي هو بقى شايف بس هو واقف متمركز سماك الخط بس انت بتحدد يا كابتن ميدو يعني انت بالظبط الجهاز الفني بتحدد كابتن محمود هنا كابتن هنا بيقول لك الطويل مع الطويل او كان يرجع ممكن كان راس حربة زي كابتن حسام حسن على ايامنا انا بتكلمك ان انت بترجع مع السرد باك بتاعك تمسك الراجل ده ما تخلوش يلعب الكوره بدماغه بالظبط ده انت كنت بتحدد مان تو مان لكن في الكور اللي زي ده كابتن خصوصا ان انت الكور متحركه بقى النادي الاهلي كان بيضغط انت كان نسبه التركيز عندك في الدفاع كانت تبقى اعلى ان انت لازم تبقى مراقب الراجل اللي هو بن شرقية ده لان عنده سرعات كبيره جدا. بص يا كابتن ميدو يمكن انت الوداد البيضاوي او لعب الماتشين يا كابتن ان انت راجل بتدافع كويس قوي قافل بشكل كبير جدا زي ما بقول لك بيلعب كوره هاند بول اللي هو قافل المنطقه بشكل كبير كان بيلعب على تحركات بن شرقية والراجل بالنجم ده ان هم المرتدة. في الحاجات المرتده انا كمدافع لازم ابقى مركز كويس جدا انا ممكن ابقى في هما خصوصا يا كابتن هما كانوا بيلعبوا فرد واحد ان انت راجل ممكن كان سعد سمير ماسك او رامي ربيعه وواحد عامل عمق متر او مترين بحيث ان الكوره اللي هي بتتلعب طويله ان انا اقدر اروح اغطي يا كابتن. وبعدين ميدو كمان خد بالك الكلام يعني محمود لازم الكلام يعني انا اخر واحد انا اتكلم شمالك شويه يمينك شويه محمود خد بالك الراجل ده راكب مش ده في حاجه كابتن معلش بنقطع كلامك يا كابتن يعني الكره اتلعبت ناحيه اليمين المفروض في عمليه ترحيل يا كابتن ماهر يعني انت بترحل ان انت بتروح تغطي حسين السيد متقدم او الكره عدته يعني في عمليه ترحيل يا كابتن ميدو ان انت بتروح تغطي ممكن حسين السيد يخش لجوه الترحيل اللي بيتكلم عليه محمود يا اما بيتبني عن طريق الهاف ديفندر اللي هو بيسد الخانه في خروج معلول اقرب واحد السليه واخد بالك لو مش موجود السليه الثلاثي اللي موجود ورا يحصل ترحيل سعد سمير يروح بالظبط انا بتكلم في موقف زي الموقف بتاع الجول يا كابتن موقف الجول بالظبط انا بتكلم عشان نعرف بس لان الموقف ده اتكرر مرتين في مباراه دي اصعب الكوره في مباراه بتبقى مهتم فيها بادق التفاصيل ادق التفاصيل اللي هو الجولين اللي دخلوا فيه دي تفصيله ما هي دي تفصيله واحده بس اصعب الكرات على المدافعين اللي هي الكروس الامامي وقبلك خلف ظهر المدافعين دي اصعب الكرات اللي انت شايف ان تمركز المدافعين كان خاطئ؟ طبعا خاطئ الوقفه غلط يا كابتن طبعا لان كان في مساحه كبيره جدا يعني محتاجه مراحل تدريبيه ميدو زي ما قال لك محمود رقم واحد ان اشوف الكوره اشوف الخصم رقم اثنين احط الخصم صح يبقى انا ظهري للمرمى واخد بالك وهو قدامي نمره ثلاثه قرار انا كمدافع قرار عندي التشتيت واخد بالك هو قرار المهاجم عنده حاجه واحده بس التصويب في المرمى نمره اربعه اللي هو الترحيل بقى ترحيل الخط يعني اللي هو احنا قلنا اثنين مدافعين راحوا يبقى الباك العكسي بيخش بيعمل كفرنج مكان الليبرو ودي كمان اللي بتفيد في كمان حاجه يا كابتن ماري او كابتن ميدو ان انت في وحده تدريبيه بتتعمل للمدافعين ان انا بقف على ال 18 ان انا بلعب الكوره وانا بتمرن عليها يعني المدافعين بتتمرن عليها ان انت بتلعب الكوره ناحيه اليمين او ناحيه الشمال المدافع بيجري يا كابتن ميدو لحد الجون وبعدين يبتدي يعدل وقفته بحيث ان هو يحاول يطلع الكوره بشكل سليم يعني يطلعها مثلا برجله او بدماغه ان هو على اساس يعدل الوقفه بتاعته يا كابتن ماري فدي من النقط اللي انا كنت بتكلم فيها لكن الهدف يعني اتكرر في الماتش الاولاني واتكرر في الماتش الثاني وخد بالك يا محمود بيتكرر يمكن في ملاعبنا كتير جدا حتى على منتخب مصر يمكن في كذا مره ميدو اتكلمنا ان بدك مشكله منتخب مصر الوقفه والميلان والسرحان والتغطيه كابتن لعيبه منتخب مصر لعيبه منتخب مصر كلها حتى والاهلي والزمالك كلهم بيبصوا على الكوره ما بيبصوش على الخصم جدا فدي يمكن دي مشكله كبيره حتى في الكره المصريه يعني مش في النادي الاهلي او في الزمالك بس لكن مع التدريب بتتصلح يعني برضو ممكن لان يعني ما شاء الله يعني الدفاع الاهلي كان متماسك جدا كان الحاجات دي ما بتعديش عليه بسهوله ممكن برضو الضغط البطوله بقى اكيد طبعا والدوافع وانت عايز تكسب فانت النهارده في ملعبك بتهاجم بالباكين مع انه كان بيهاجم وفتحي كان بيهاجم اضطر انك عايز تكسب المباراه فبعد الثغرات اللي بتحصل هو الخصم ما عندوش غير هو التكتل الدفاعي وبيعتمد على كونتر اتاك او كره مرتده وهما كانوا بيتجنبوا كمان يا ميدو بيتجنبوا الكره في نص ملعبه ناحيه الجنب اليمين مره نقلات ثلاثي مع بعض وبعدين تروح في العمق شويه وبعدين تروح ناحيه الشمال شويه لكن مفيش خطوره بالنسبه لنا على المرمى على شريف كرامي في المباراتين غير يمكن الهدفين اللي راحوا
واخد بالك؟ فطبعا انا وشريف طلع برضه انفراد. انا طبعا هي بتتحسب للوداد اذا كان هو بيدافع ب 80% و 20% هجوم، فهو نجح بنسبه الهجوم اكتر من 20%، نجح بنسبه من 30% في الهدف اللي احرزه. دي التفاصيل يا كابتن ماهر. دي التفاصيل اللي بنتكلم فيها. طب الهدف اللي احرزه التفاصيل. يعني نتكلم بحاجه واحده بس. بالظبط بالظبط زي ما اهتم بيها في برج العرب اهتم بيها برضه في الوداد. فانا عايز اقول ايه، ان احنا كل كلام الكابتن حسام بالنسبه للمدافعين لازم ناخد بالنا، لازم نبقى مصحصحين. لو مهاجم واحد وواحد بيمسكه والتاني ايه عامل ميلان وراه، لو اتنين مهاجمين يبقى اتنين بيمسكوه والتالت عامل ميلان وراه. انت مهم جدا يا كابتن ميدو يبقى انت عندك بنسميها بلغه الكوره تبقى مصحصح طبعا، وعندك تمركز وعندك يقظه، لانك انت كوره واحده ممكن تخلص المباراه وده اللي حصل. وخصوصا يا كابتن انت بتلعب المباراه وانت مش يعني عندك حرص ان ما يخشش في الجول، انت عايز تجيب جول. يعني حتى يمكن شفنا في المباراه الكابتن حسام رمى بكل اوراقه، يعني نزل حمودي وبعدين نزل خلاص بقى انا عايز اكسب عماد متعب ابتدى، لان الفرقه اللي قدامك ما لهاش خطور عليك. هم بيلعبوا على لعبه واحده او هم بيلعبوا على الكونتر اتاك يا كابتن، وهي من كوره جت او في الماتشين جت او قدروا يحطوها بس من خطا مننا، يعني ممكن هي تلعب سعيد جدا. يعني انت ممكن كان بسهوله ان انت تطلعها، يعني الاخطاء دي ما تقعش فيها. يعني يمكن الكابتن حسام بدري في المباراه في المؤتمر الصحفي في المباراه قال لك انا في اخطاء وانا هحاول اعدلها، لكن زي ما قلت يا كابتن ميدو ان انت مش النادي الاهلي اللي ممكن الاخطاء ديت لازم تتعالج بسرعه، خصوصا ان انت عندك القلب كلهم دوليين. يعني انت رايح تلعب كاس عالم، الحاجات دي ما تعديش بسهوله يعني. اكيد يعني خلينا في كابتن حسام بدري ممكن يغير تشكيله او ممكن تشوف تشكيله مختلفه تماما على اللي احنا شفناه قبل كده. بص عايز اقول لك على حاجه، يمكن لا انا الماتشات اللي جايه يمكن الكابتن حسام عنده رؤيه، او الماتشات كاس مصر يمكن عنده يشوف بعض اللاعبين اللي ما شافهاش، هو كان محكومه كابتن او عنده في البطوله الافريقيه عاوز يكسب بطوله، فكان مثبت تشكيل او مثبت تيم، فبالتالي كانت اللي عنده تاخد المباريات مباراه النجم والترجي وبعدين الوداد، وبعدين كان حاجه ثانيه انت بتلعب على بطوله مع فرق كبيره جدا زي الفرق الشمال افريقيا. لكن اعتقد ان ماتشات الكاس او ماتشات الدوري هيدي فرصه كبيره جدا لبعض اللاعبين ان هم يقدر يشوفهم بشكل كبير جدا، لان انت برضو محتاج ان انت تلعب اللعيبه ديت، عايزين يلعبوا عندك الشيخ وعندك حمودي وعندك بركات، ولازم وبعدين يا كابتن بص عايز اقول لك على حاجه كتير جدا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، انت النهارده النادي الاهلي طول عمره، كان انا كنت بتكلم مع كابتن ماهر بقول لك النادي الاهلي خطورته في راسين حربه اللي موجودين قدامك يا كابتن، ان انا لازم العب براسين حربه. يعني النادي الاهلي عندك لازم يبقى عندي راس حربه صريح يقدر يجيب جول. انا النهارده ازارو بيضيع مفيش مشكله هيجيب وهيبقى كويس، لكن ادي فرصه ان واحد يلعب تاني ويقدر يهدف او بشكل كبير جدا يقدر يدي محمد هاني يديله بشكل كويس، لانه لعيب كويس يا كابتن. عندك غيابات الفتره الجايه صالح جمعه وعندك حسام عاشور، فاعتقد ان هو يدي فرصه كبيره جدا لبعض اللاعبين ان شاء الله. يعني قبل ما نطلع فاصل هيبقى السؤال للكابتن ماهر همام بعد الفاصل يجاوبنا عليه. بعض الصحف اتكلموا عن عرض يعني مبادله لوليد ازارو ببن شرقي، هل الكلام ده هيبقى مجدي النادي الاهلي ولا لا؟ هنعرف راي الكابتن ماهر همام ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كنا قبل الفاصل بنتكلم على وليد ازارو، بنتكلم يعني ان في كلام وليد ازارو بيضيع اهداف وليد 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 وليد. يعني عايز خبراتك يا كابتن ماهر في موضوع وليد ازارو. وانا قبل كده طرحت قلت يا جماعه وليد ممكن يكون متاثر ان هو بيلعب قدام فريق مغربي اول مره في حياته، بيلعب قدام فريق من المغرب، فيعني يعني جيناته وبلده، فممكن الموضوع ده يكون عامله رد فعل عكسي، عشان كده مش هو وليد ازارو ما كانش بيبان زي ما بيبان قبل كده، حتى لو كان بيضيع فرص فهو ما كانش بيروح حتى للمرمى زي ما كان معودنا قبل كده. فشايف وليد ازارو شايفه ازاي؟ لانه حاله محيره بصراحه. انا معاك يا ميدو ان هو وقع عليه الضغوطات بشكل كبير جدا، خصوصا في المغرب هناك بالنسبه خصوصا بعد الخساره كمان. طبعا بالنسبه للجرايد المغربيه، حتى كمان بالنسبه للجمهور المغربي، يعني في نوع من الضغط عليه نفسيا. اكيد هو كمان طبعا صغير اول مره يحترف. لكن هل دي مبررات؟ يعني هل دي احنا كنا بنلتمس، وانا قلت قبل كده يا وليد ازارو خلي بالك الاهلي بيكسب، فخلي بالك الضغوطات مش هتبقى عليك زي لو قدر الله الاهلي خسر. فالاهلي خسر، الاهلي خسر، ووليد ازارو كان برده مش موجود، وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي
لازم لازم يعرف ان هو مهاجم النادي الاهلي. اكيد هو عارف، اكيد هو مش عايز يبقى وحش يا كابتن ماهر اكيد. لكن هل انا هو السؤال بقى ليكوا لكابتن محمود، لان يعني حضراتكم عندكم الخبرات ما يكفي ان انتوا تجاوبوا، لان ده راي الجمهور وهو ده سؤال الجمهور، اسف سؤال الجمهور، هل وليد ازارو مهاجم جيد ام لا؟ يعني من ناحيه عشان نقيم وليد ازارو، انا شايف ان عنده مؤهلات راس الحربه النموذجي من ناحيه السرعه، من ناحيه القوه، من ناحيه العاب الهواء بيجيب اهداف، من ناحيه خلق المساحات ان هو عنده عنصر السرعه، عنصر السرعه لما يبقى فرود موجود يميده بتسهل له حاجات كتيره جدا ان يقدر يوصل للجول في اي وقت. اصل لو احنا اتفقنا كابتن ماهر من لسان حضرتك ولسان كابتن محمود ان وليد ازارو مهاجم يعني عنده ملكات المهاجم، يبقى احنا كده خلاص يعني خلاص، يبقى اكيد هو هيجي. لكن لو حضراتكم قلتوا لا وليد ازارو محتاج، يعني هو وليد ازارو محتاج حاجه، محتاج حاجه واحده بس ان هو احرازه للاهداف، بيقدر في الوان تاتش الحاجات المباشره بيعملها بشكل كويس. هل دي بقى حاجه من عند ربنا ولا بتنمى ولا مع التدريب ولا بتكتسب؟ النقطه بقى اللي هو محتاجها او الملحوظه او الـ او الـ الـ مش عايز اقول العيب يعني، الحاجه اللي محتاج التنميه فيها ان هو يبقى محطه من ضمن المحطات زي ما احنا بنشوفها بقى. خلينا نتكلم في جزئيه الاهداف اللي حضرتك بتتكلم فيها. الاهداف اهداف بيجدها بشكل جيد جدا، بيحط نفسه في حتت. حضرتك بتقول ناقصه اللمسه الاخيره اللي هي الجول. هل دي موهبه من عند ربنا ولا هل هي بتنمى ولا هل وبتكتسب يعني ممكن ان هو يتعلمها؟ يعني هو هي موجوده عنده. تمام. الحاجات دي احنا شفناها في كل اهدافه موجوده عنده، يعني عارف بيروح بتتلعب له مثلا في الهواء، مثلا معلول عمل له واحده في مباراه النجم الهدف الثاني عملها بدماغه، بيعرف يلعب بدماغه بشكل جيد، شايف واخد بالك. مؤمن عمل له واحده ومعلول عمل له واحده بالظبط، وبعدين مؤمن نفس الكلام عمل له واحده، فواضح قوي ان هو عنده مميزات ضرب كره بالراس، ودي ميزه بالنسبه للمهاجم. في مهاجمين كتير جدا يا ميدو، وانت كنت مهاجم مميز في الجزئيه دي، لما المهاجم بيمتاز بتسجيل الاهداف بضرب كره بالراس، يبقى اكيد كابتن حسام او اكيد المدرب هيعمل سيستم او هيعمل تكتيك على هذه الجزئيه. طيب الجزئيه الثانيه ان هو كل اللي محتاجه بس يبقى محطه بمعنى ايه؟ يعني زي عماد متعب كده، محطه يقدر يستلم ويقدر يساعد اللي جنبه، يقدر يستلم يعمل 1 2 مع اللي جنبه، يقدر ينط على الكوره وياخدها من الناحيه الثانيه. طب اسمع راي كابتن محمود. يعني زي ما بقول لك يا كابتن، هو فريق كويس، ومباراة النجم اثبتت ان وليد ازارو من فراوده كويسين جدا. طب ايه اللي حصل له في المباراتين اللي يعني بص هو اللي حصل يا كابتن سائل؟ لا يمكن زي ما انت قلت ممكن، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا مختلف معاك شويه ان هو لعيب محترف. تمام. هو لعيب محترف مش هتتاثر ان هو بيلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي. لا انا بقول لك رأي. انا فاهم، لا انا اسف، انا عارف يا كابتن، بس هو من الفراوده كويسين جدا، بس هو وليد من اللعيبه اللي محتاجه تتقل على الكوره. ان انت في وقت يا كابتن قله خبرات لسه برده مش مؤهل ان هو بص لعب نهائي دوري ابطال مع النادي الاهلي ضد مثلا فريق من المغرب. خلي بالك الموضوع صعب. اي فرود بيجي النادي الاهلي يا كابتن بياخد وقت عقبال ما يتاقلم على الفرقه ويتاقلم على الجو ويتاقلم على النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي متعود انه بيكسب على طول، فما فيش حد هيصبر ان انت تضيع فرصه او اثنين او ثلاثه. وليد يمكن من اللعيبه المحظوظه جدا يا كابتن، او حظه سيء ان هو جات له فرص كتير جدا، خصوصا ان انت بتلعب بطوله محتاج ان انت تاخدها. يعني كل الجماهير بمجلس اداره بلعيبه بجهاز فني محتاج ان انت تاخدها او ان انت تحرز البطوله. يمكن جات له كذا فرصه ان هو ضيعها، لكن لما جت فتحت معاه في ماتش النجم يا كابتن، لانه كان بيختار المكان المناسب، لانه كان مش مراقب او ان هو عنده سرعات ان هو بيوصل للجون باسرع وقت. طب انت شايف حالته ايه؟ لا هو حالته يا كابتن بص، النمره واحد، هو في اوقات ان انت في كور ما تحطهاش من مره واحده. تمام. اللي محتاج ان هو يحطها من مره واحده محتاج ان هو يتقل عليها ويستنى او يبص على الجون وبعدين يحط. يمكن انت كنت حضرتك فرود يا كابتن وعارف الكلام ده كله، وفي اوقات ان انا ممكن العب وامسك الكوره وباصي لزميلي ان احد احسن مني جاي ان انا احطها له. وفي اوقات الحظ بيبقى مديك ظهره خالص. وفي اوقات ان انا مش، لكن اللي هيخرج نفسه من الموضوع ده كله هو وليد ازارو يا كابتن، ان هو لازم يقعد مع نفسه، يعرف يشوف اخطاء، يتفرج على الماتشات دي كويس جدا، يعرف ايه الاخطاء اللي بيعملها او الحاجات اللي هي ايه الصح وايه الغلط ان انا بعمله كفيرود. الحاجه الثانيه، وليد ازارو كابتن بيلعب فيرود، لان عايز اقول لك على حاجه، في كمان يمكن وليد ازارو محظوظ ان الكابتن حسام البدري عنده ثقه كبيره جدا فيه وبيتكلم عليه كويس. يمكن انا سمعت عزيز بودربالا كابتن طالع بيشيل، هو طبيعي ان الكابتن حسام يتكلم عليه كويس لان الكابتن حسام راهن عليه، وكمان يعني يا كابتن حسام البدري راهن عليه. ولا وبعدين عايز اقول لك حاجه، هو فريق كويس، فريق كويس جدا، وبس هو عايز يتقل، يبقى محطه زي ما الكابتن ماهر قال ان انا امسك الكوره اتقل على الكوره. في اوقات كتير جدا لازم ابص للجون، يبقى عينيا على الجون، ان انا في اوقات كتير جدا يعني. طب هو مش محظوظ ان عبد الله السعيد مش في حالته، ما هو ناخد بالك
لك عايز يتساعد. انا كفرويد لا بس انا اقول لك على حاجه تمام، هو بيدعس هو هو بيجي له فرص يعني عبد الله عبد الله عبد الله برضك مش هو عبد الله اللي احنا اتعودنا عليه قبل كده. خلاص النقطه الثانيه ان برضك صالح جمعه اتصاب ودي برضك من ضمن الحاجات اللي بتوصل اظهره. احرز ثلاث اهداف هاتريك في مباراه لما يبقى في توفيق بقى بالنسبه للمؤمن بان اظهره، في توفيق بالنسبه للاجاي بان. بس انا ككافر وده كابتن ماهر افضل اعتمد على الاخرين. ما انا في حته ميد وانت راجل كنت راس حربه هيجي لك الدعم منين؟ ماتش النجمه يا كابتن هيجي لي فرص. لا هيجي لك هيجي لك بس انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على ايه؟ انا انا بتفق معاك ان هو ازارو عنده سرعه، عنده اختراقات، عنده قوه، عنده مشاغب قوي، بيعرف يجيب اجوان لانه جاب اجوان في النجم الساحلي. ما تقولوش برده ان الاجوان دي سهله لان الاجوان هو حط نفسه في المكان السهل اللي هو يقدر يجيب منه اجوان. يعني ممكن فيلو الثاني كان يروح زي ما اتكلمنا قبل كده، ممكن يقف ما يروحش ما يقطعش ما يروحش على البعيده ما يروحش على الاولانيه، لكن هو بيختار اماكن كويس قوي. لكن حته موفق او مش موفق دي هل هي ممكن شخصيه ازارو لسه ما اكتسبتش شخصيه النادي الاهلي اللي هي القويه اللي هو يتحدى بيها الانتقادات اللي صعب يعني شفناها قبل كده لابس كاب خايف مش خايف متخفي مش عايز الناس تنتقده، ممكن الكلام ده يكون اثر عليه طبعا نفسيا طبعا بشكل كبير لان هو كمان خد بالك لسه الراجل بقاله كام مباراه بيلعب مع 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 التيم يعني بقاله يمكن 7-8 مباريات فانا شايف ان برضك مش كتير. طب شايف الهاتريك ده ما ادالوش يعني قمه الدوافع ان هو أكيد. اكيد اداله لكن زي ما انت قلت كده ميدو ان هو هيقابل خصم بلده ابن بلده دي ممكن تكون اثرت. انا شايف الصحافه والجمهور والنقد وخد بلده قبل الهاتريك كمان احنا كمان هاجمنا ازارو يعني بعض الصحفيين قال لك الراجل ما بيجيبش جوان عارف ايه وطلعوا قالوا ازارو هو ازارو اكتشاف ازارو المهاجم وبعد ما ازارو اخفق مع بس انا برضه بلوم عليه كمان قال لك بلوم عليه مش ما تكرمش على مبادئ النادي الاهلي ما تقلمش على بطولات النادي الاهلي ما تقلمش على اجواء النادي الاهلي. كابتن ماهر سؤال مهم جدا يا كابتن ماهر سؤال مهم جدا، هل الانديه الكبيره اللي عندها جماهير غفيره عندها جماهير عايزه تكسب وخلاص مش مشكله بقى اللعيب هو انا عايز اكسب وده حق الجماهير يعني حق الجماهير ان فرقتك الكبيره تكسب، هل الانديه الكبيره دي محتاجه فعلا لطبيب نفسي يبقى متواجد في الفريق؟ هو طبعا مع خبره الكابتن حسام البدري بيقوم بجزء منه وجمهور النادي الاهلي كمان بيساعدك بس العلم لكن العلم علم يعني لكن انت محتاج في اوقات في المباراه النهائيه اللي بالشكل ده بنشوف الاداء كبيره كده طبعا محتاج والنادي الاهلي كبير يعني الحته دي كمان المفروض يعني النادي الاهلي ياخد باله منها ويركز فيها بشكل كبير جدا ان هو بعد كده انا بطلب من الجهاز الفني وبطلب من مسؤول النادي الاهلي يبقى في دكتور نفساني موجود في الحاجات اللي بالشكل ده الحاجات المصيريه لما بتوصل لنهائيات بالظبط يعني في لعيبه عليها زي ازار زي ما انت قلت بالظبط سعد سمير سعد سمير كان مكسر الدنيا الموسم اللي فات وسعد سمير من اللي هو المساكين اللي انت اكيد عارف بقى كابتن ما كان في بص يا كابتن ميدو يمكن كابتن ماري يعلم هذا الكلام في كان في مدير الكوره بيقوم بالدور بتاع الطبيب النفسي انا بتكلم في تخصص ما انا بقول لك كلام سريع والمدرب كمان انا بتكلم في تخصص واحد دارس طب عارف يعني ايه لعيب شكله عامل ازاي انت خايف ليه عندي اسبابي اللي انا درستها ان انا اطلعه من الحاله مش عيب يا كابتن ان انا اقعد ان انا بفضفض ان انا ممكن عندي مشكله في البيت حاجه مأثره عليا ان انا كنت النهارده وعايز اقول لك على حاجه خصوصا ان لعيب النادي الاهلي مطالب انه يبقى كويس على طول محدش هيرحمه يعني محدش هيصبر عليه او يستنى عليه ان انت تبقى النهارده كويس وبعد كده تبقى وحش او الماتش او ماتش وماتش لا انت النهارده نجم وبعدين عايز اقول لك حاجه انت محتاج الطبيب النفساني ليه يا كابتن ان انت عندك كل الفرقه نجوم في لعيبه ما بتلعبش ممكن لعيبه زعلانه لعيبه متضايقه لعيبه غضبانه الكلام ده كله لازم نخرج من يخرجوها من الحاله اللي هم فيها فانت محتاج بشكل كبير جدا وده علم بالظبط اتمنى بس يا كابتن ميدو كابتن محمود يبقى بتاع كوره هيساعد بشكل كبير جدا يعني لما يبقى دكتور نفساني وعنده درايه باللعبه خد بالك يقدر يخش لي بسرعه يعني يا كابتن احنا كنا في النمسا ولما كنا محترف في طرون النمسا وكان بيودوك رحله ترفيهيه يا كابتن او ان انت مغلوب او انت زعلان كان بيخرجك من الحاله اللي انت فيها باسلوب كويس وباسلوب شيك كان يقول لك اعمل لك يوم ترفيه ان انت تروح تقضيه مع على بحيره على شاطئ ان انت تبقى موجود فتخرج من الحاله اللي انت فيها بشكل كبير جدا ممكن يقعد معاك واحد بيكلمك انت ما عندك اسباب ايه او عندك مشاكل ايه فبيكلمك بشكل كبير وده طبيب وعايز اقول لك الحاجه الطبيب ده موجود في جميع الفرق في العالم كله مش في مصر كده لكن احنا عشان بناخدها بس ايه اصل طبيب نفساني يبقى انا راجل كذا لا فهي ما تتاخدش كده خالص يعني احنا دلوقتي اللي موجود او اللي مسيطر على
يعني مش عايز اقول على تسويق او مش عارف اسميها ايه، لكن دلوقتي التنميه البشريه ليها دور كبير جدا، انها بتتكلم مع الناس، انها بتفهمك انت شخصيتك ايه، انت قوتك ايه، انت مميزاتك ايه، عيوبك ايه، خصوصا مع اللعيبه المحترفين، اللعيب اللي هو سايب اهله وسايب 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 بلده. وحتى اللعيبه المحليين في شخصيات، انا محتاج مثلا حد يقول لي لا انت مش عارف، انت كويس، انت كذا، انت كذا، اقول ده ازاره، انت مدفوع فيه كذا، انت لاعب باسم النادي الاهلي، انت لعيب محترف، انت لعيب كنت هداف، لو ما كنتش لعيب كويس كان النادي الاهلي هيجيبك، ينزلوا الملعب طاير، ينزلوا الملعب ان هو احسن لعيب في العالم. هو ده الدور فعلا، اللعيب الاجنبي بالذات. لكن الكابتن حسام بدري عنده 30 لعيب، عنده 60,000 حاجة، عنده مشاكل هو شخصية، عنده بطولات، عنده دوري، وعنده كاس، عنده أفريقيا، عنده، فأكيد مش هيديله الجزء اللي هو بتاع التخصص النفسي نفسه. أنا معاك بالذات باللعيبة الأجانب بالذات، يعني إحنا بنجيب لعيبة أجانب أفارقة، وإحنا النهاردة يمكن استعنا بتونسي ومغربي، فأكيد طبعًا العادات والتقاليد اللي بيننا وبين الشعوب دي بتختلف من ناحية الأكل، من ناحية الشرب، من ناحية النوم، من ناحية الحياه الاسريه، معاه اسرته معهوش اسرته، واخد بالك، عنده ضغوط نفسيه، بيجيب جوال ما بيجيبش جوال، في كل الحاجات ديت مهمه جدا. مهمه قوي الغربه، الغربه في بعض اللعيبه ما تقدرش تستحمل غربه، بعد عن عن, عن 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 اهله او عن بلده. يعني احنا بنحاول نشوف اسباب بالظبط بالظبط. انا شايف لما كمان يكون مؤهل، يعني يكون عنده درايه بلعب كره القدم، هيساعدنا بشكل كبير جدا، ويقدر يطلع لنا الحالات دي الى بر الامان. يعني اكيد ممكن نشوف مين وجوه جديده. انا سالتك السؤال ده قبل كده، ممكن تقول لي لعيبه معينه ممكن او تحب تشوفها انت كابتن؟ يعني انا اشوف، يعني بص يا كابتن، لو وجهه نظري انا اشوف احمد الشيخ يمكن من اللعيبه كويسه جدا، عمرو بركات لعيب كويس، كريم نيدفيد، عماد متعب لازم ياخد، خلي بالك من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها نفسيا برضو احمد الشيخ، ما انا بقول لك ميدو جابر، اللعيبه اللي هي بتبقى بتتالق في انديتها اللي هي لا جماهيريه. بالظبط، الانديه اللي هي جماهيريه يا جماعه مش قصه مدير فني، انا بلعب في اماكن ما عنديش ضغط، لما باجي للضغط فين ميدو جابر، فين احمد الشيخ اللي مكسر الدنيا؟ ممكن نقول لك اصل كابتن حسام بدري ما ادالوش فرصه، ما هو كابتن حسام بدري ممكن يشوف، لان كابتن حسام بدري برضو تعرف كان عندنا الله يرحمه كابتن طه بصري، كان يقول لك يا جماعه انا ماشي في قطر، انا ماشي راكب قطر، اللي هيميل مني هرميه وهكمل طريق. هو المدير الفني اللي عايز ينجح. بص يا كابتن، المشكله مش عند المدير الفني، المدير الفني عنده لعيبه، عنده 30 لعيب، وهو بيفكر في 30 لعيب او بيفكر في 30 تشكيله يا كابتن، لكن هو طول ما هو كسبان هيبقى موجود وماشي، اللي يقع منه خلاص هو وقع. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا رايي ان انا اشوف محمد هاني ياخد بشكل كبير جدا، لعيب كويس، لعيب عنده سرعات يا كابتن، لازم يكتسب الخبره بشكل كبير جدا. عندك احمد الشيخ، عندك عمرو بركات لعيب كويس، عماد متعب ياخد بشكل كويس، لازم بعد محمد الشناوي كابتن او احمد عادل عبد المنعم راسنا، يعني حراس كويسه جدا بشكل كبير. حاجه ثانيه يمكن انا نفسي اشوفها بقى، يعني عمرو السوليه كابتن لازم يتطور من ادائه بشكل كبير جدا. يعني في ناس كتير جدا يا كابتن ماهر، هو لعيب كويس ولعيب جيد وكان لعيب، انا عايز اقول لك حاجه، مش ده مستوى عمرو السوليه اللي كان في الاسماعيلي. ضغوط يا كابتن محمود، ما انا بقول ضغوط، يمكن انا يعني بص كل الناس بتتكلم يا كابتن على الديفنس وعلى الفراوده، لكن انت النهارده عمرو السوليه من اللعيبه كويسه جدا. انا عايز اقول لك على حاجه، انت بتلعب 90 دقيقه يا كابتن، لعبت خمس ست ماتشات، انا ما شفتش كوره اتشطت على الجول، لازم اشوط على الجول، نص الملعب يا كابتن يبقى طالع، لازم يشوط 20 30 كوره على الاقل. هو ده اللي موجود النهارده، لازم العب لقدام بشكل كبير جدا، لازم ادافع، لازم ابقى عيني وسط راسي في الملعب، لازم اركز. الحاجه الثانيه، الكابتن حسام عنده الفتره الجايه، مش عايز اقول لك، مش عايز اقول لك ان الماتش الفرقات بين السويف، مع احترامي على فكره لعيب فرقه كويسه، طبعا ولاد صغيرين يا كابتن وبيجروا، واي حد يلعب دي المباريات اللي ممكن في اي فريق يحرجك فيها. لا وبعدين عايز اقول لك حاجه، من اللعيبه كويسه ولعيبه برده بتستنى ماتش النادي الاهلي شهره. فانا اتمنى ان شاء الله ان كابتن حسام في الفتره الجايه يلعب اللعيبه اللي مش موجوده يا رب. إن شاء الله. كابتن محمود نورتنا، ربنا يخليك يا كابتن ميدو، ويعني كنا بنتكلم في حاجات كانت مهمه جدا لكل الجماهير. كابتن ماهر طبعا، شكرا كابتن ميدو، بيتك يعني ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا نور ومشرف فيه دايما وفيه كده يا رب، ربنا يخليك يا رب. يعني ان شاء الله يا جماعه مش عايزين نقعد بقى نفتكر ونقول ونقول، لكن انا عايز اقول كلمه للعيبه النادي الاهلي كلهم، لو ما كنتوش احسن لعيبه في مصر وفي الوطن العربي، عمر النادي الاهلي ما كان فكر يجيبكم. انتوا فعلا من احسن اللعيبه اللي يشرفوا اي مكان هما فيه، وخصوصا كمان النادي الاهلي، انتوا احسن لعيبه موجوده، عشان كده النادي الاهلي دايما او من احسن اللعيبه الموجوده، عشان ما نظلمش حد، من احسن اللعيبه الموجوده، من احسن اللعيبه الموجوده في الوطن العربي كله، عشان كده بتتشرفوا ان انتوا تلبسوا قميص النادي الاهلي، وقميص النادي الاهلي بتشرف دايما ان يلبسوا اي حد ويشرف اي حد، وانتوا تشرفوا اي فريق تمثلوه. ان شاء الله كل التوفيق ليكم في الفتره الجايه بمسانده جماهيركم وادارتكم، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في اللي جاي، دايما منورني ومشرفني، مع الف سلامه.